سيداتي آنساتي سادتي أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. تمضي كرة القدم ما بين الإلغاء والتأجيل وبدون جماهير، لكن اليوم الجماهير الإنجليزية حاضرة، جماهير ليفربول حاضرة، الجماهير الغائبة هي الجماهير الأسبانية التي لم تأنها يمكن من بدري، يمكن من وهل، يمكن من بدري. التسديدة الأولى حاضرة من ديغو كوستا، روبرتسون حاضرة، أوكسلي تشامبرلين، هندرسون، فاينالدوم، محمد صلاح، فيرمينو، ماني، هو مثل اللي يتقدم في هذه اللقطة الخطيرة مرة أخرى روبرتسون، ولكن في صافرة وفي راية مرفوع وفي صافرة من قبل حكمنا، الضغط راح يأتي من كل الجهات. الكرة الرأسية تحولت حلوة 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 حلوة، كرة عائد في هذه اللقطة، وربما نشاهد حتى عودة ديغو كوستا، لأن الخطر من لاعبي خط وسط فريق ليفربول. هناك جواو فيليكس وهناك ديغو كوستا، وكرة الآن منقولة عالية وتبدو في غاية الخطورة، تحولت لكنها سريعة إلى ضربة مرمى لمصلحنا، تحولت في الجهة اليمنى لصلاح، صلاح يتابع، تبدو خطيرة، التسديدة من محمد صلاح لكنها إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ ماني يوم ما رجع وفك الكرة وبعد ذلك وصلت إلى محمد صلاح، وأبو صلاح طل على ملعب أنفيلد، حاصر الآن أتلتيكو مدريد، التسديد تفلت من حارس المرمى، ومرة أخرى بهذا الشكل الآن كمنها السلغيني، أوبلاك تسديدة أوكسلي تشامبرلين يبحث عن تسجيل الهدف الثالث كعودة لاعبي فريق ليفربول، لعبت أمام المرمى، الكرة إلى خارج أرضية إضافي كانت الأهداف، ويعني الوضع مثل اللي يحدث أمامنا في مباراة اليوم، لكن فان دايك يتقدم، فان روبرتسون ويتقدم فان دايك، والكرة تحول تسقط أمام سريعة أتلتيكو مدريد مرة أخرى لكن إلى صافرة. هذا الشاب البرتغالي جواو فيليكس مراتا يجلس على قائمة البدلاء، يمكن يكون هذه يمكن غادر ديغو كوستا مثلا لملعب فيه، وصلت في الجهة اليمنى، المتابع أندر أرنولد على تنفيذ الضربة الركنية لمصلحة ليفربول، اللعبة دفاعية، اللعبة الضربة الركنية مرة أخرى، الخطر على الفريق الأسباني لكن الباص السريع جدا فريق ليفربول، ولكن الشباكة نظيفة لغاية الآن، تقدم برشلونة، نابولي، خسارة ريال مدريد، خروج سريعة. الشوط الأول لم يتمكن هذه الأيام يعني الثلاثي الرطوعة، وصلت إلى بارتي، صارت خطيرة، صارت خطيرة، التمريقة سابقا فريق ليفربول يحاول أن يكرر ما فعله سابقا ليفربول بالفوز، الفريق الذي لا زال يضغط، كرة تحولت خطيرة أمام المرمى لكنها ضاعت على ليفربول، ما يبغي له أربعة يسجل الجول الأول، أولا يسجل الهدف الأول وبالتالي يسجل الهدف الثاني، وبعد ذلك يبحث أكيد عن الهدف الأول، الآن أولا في هذه اللقطة بتألق صلاح، إلا إذا صلاح يتقدم، صلاح يحاول يفك الكرة، صلاح يحصل على ضربة ركنية، أهم لاعبي فريق ليفربول، اللاعبين الكبار يظهرون في أي لحظة من اللحظات، في صراع خاص ما بين فان دايك والضربة الركنية اللي تلم، لا زال يبحث عن تسجيل الجول الأول، يعود حتى البرتغالي جواو فيليكس الآن اللي يستطع، ثلاث خسائر والتسديدة الحاضرة لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، الخسائر ثلاث، تشيلسي الثاني، كل الإثارة كل المتعة، يمكن الآن جول، جول ليفربول، الأحمر يسجل الهدف الأول، ومدرجات أنفيلد تهتز الآن لأن فاينالدوم يسجل الهدف الأول
لمصلحة ليفربول. ضغط كثيرا، حاول كثيرا فاينالدوم على أساس ينهي الشوط الأول وهو متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. كان أنستي سادتي أيها الأحبة في كل مكان، يرى رقم 14 لأتلتيكو مدريد إلى إنجلترا. الأمطار لا زالت تهطل في ملعب ولكنها لمصلحة ليفربول. كرة محمد صلاح يتقدى، محمد صلاح يسدد ولكن عند حارس المرمى أبلغ. يتقدم بصلاح في الجهة اليسرى لكن لعب القادم وصلت لمحمد صلاح، يتابع أبو صلاح إمارسي مرة أخرى، تأتي المحاولة والتسديد ولكن أيضا ينجح حارس المرمى أبلغ. برلين لعب شوط جيد ممتاز مع محمد صلاح مع محاولة وتسديد لكنها عالية. تسديدة أوكسليد تشامبرلين، تسديدة حاضرة يتمكن منها أيضا حارس المرمى بالتخصص، يعني سجل جولين في مرمى برشلونة، هو من سجل الجول الأول في الشوط الأول. ضربة الحرة المباشرة اللعبات، يخرج أيضا حارس المرمى أوبلاك. اختبر يعني بالشعبية كما نلاحظ على أقل تقدير. ديجو كوستا الأيمن، احتفل محمد صلاح وألكسندر أرنولد والعالم كله يتذكر الضرب أيمن. قد يأتي هدف ثاني مثلا يؤهل فريق ليفربول على حساب فريق إسباني آخر اللي هو أتلتيكو. فاينالدوم، فان دايك يلعب الكرة اللافة عند لاعب خطير جواو فيليكس، يسدد دفلة الكرة ومرة أخرى ينجح حارس المرمى أدريان. تولع المباراة، تحلى المباراة، تحمى المباراة بعد المباراة إلى وقت إضافي ممكن. شوف 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 لاحظ معي يوم لاحظ وإلى ضربات الترجيح. شوف مثلا لاحظ لاحظ معي الكرة اللي هي كرة جول حقيقة، كرة جول لأن الحارس بعيد، خرج حارس المرمى أعتقد على تسجيل الجول الثاني. هنا الكرة لعبت سيكون إذا ما خطف أتلتيكو مدريد لكن تأتي بالصافرة وقد يخرج. كرة خطيرة، الله إيش صار إيش صار إيش صار، شو السالفة شو السالفة شو السالفة، إلى حالة تسلل إلى حالة تسلل، أعتقد إلى حالة تسلل، لكن قام بالواجب عدل لأن الفريق الإنجليزي جالس يضيع. هذه الرأسية أي جول جول. غاب فيرمينو كثيرا ووصلت في الوقت بدل الضائع ويسجل الهدف الثاني لمصلحة ليفربول. ليفربول يسجل الهدف الثاني وبالتالي الآن يترجم على هذا المرمى الأيسر. ليفربول يترجم الفرص التي ضاعت كثيرا، يترجم الآن في الشوط الثاني. الخطر على ليفربول، الله الله، سجل أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد يسجل في أنفيلد هدف ملغي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. هدف محتسب من كرة من مكان بعيد، يتمكن منه من يورينتا. ولاحظ معاي هدية حارس المرمى أدريان يورنتي من وين؟ يورنتي خطأين مو بخطأ واحد، لاحظ معاي هو من قدم الكرة على طبق من ذهب إلى أتلتيكو مدريد. الخطير، الله، خلاص يا أخي أنت مش ممكن معدد يلقى سيميونة كل شيء يصير.
مع دييغو سيميوني كل شيء يصير، والاسبان بهدل الاسباني، الاسبان بهدل الاسباني بهدل الالماني، الاسبان بهدل الاسباني وبهدل الالماني، والهولندي في حيرة من امره، والانجليزي في حيرة من امره، وجماهير انفيلد. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.